السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الحلقة الثالثة من حلقات كورس الرايتنج للآيلتس من الصفر للاحتراف. هنتكلم النهاردة عن الكونكلوجن وكمان هنربطها بباقي الباراجرافز بتاع الإيسي. يعني كل لون من الألوان دي هتلاقيه بيمثل جزء أساسي من أجزاء الإيسي. ربطتولك بلون معين عشان ما تنسهوش وكمان تفضل فاكره على طول. سيب إيميلك في التعليقات لو أنت عايز الماتيريال المميزة اللي أنا هتكلم عنها في الفيديو ده. وما تنساش لو انت لسه ما شفتش الحلقه الثانيه كانت بتتكلم على البادي باراجراف وبرده كل الالوان دي كانت بتمثل جزء اساسي من اجزاء البادي باراجراف. ما تنساش كمان تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب عشان نكمل لك السلسله ان شاء الله. تعالوا يلا نبدا باجزاء الكونكلوجن. الكونكلوجن بيتكون من جزئين مهمين جدا، ده رقم واحد وده رقم اتنين، وهناخد عليه مثال دلوقتي وهنعرف احنا كتبنا كل واحد ازاي. بس تعالوا الاول نفهم النقط دي. اول حاجه بعمل restate what the essay is about، ما بضيفش اي حاجه جديده يا جماعه، كل اللي انا بعمله ان انا بحاول اعيد صياغه كل الكلام اللي انا قلته في الاساي. تمام، يبقى انا بعمل rewrite the last sentence of your introduction اللي هي كانت اسمها thesis statement in different words. يعني بكتب thesis statement بكلمات مختلفه. حد ممكن يسالني يقول لي ايه هي thesis statement اللي انا اتكلمت عنها في الانترودكشن؟ يعني الكونكلوجن في جمله بنكتبها، بنعمل اعاده صياغه جمله تانية في الانترودكشن. يعني مثلا لو نرجع كده على الدرس اللي انا كنت بشرحه في الانترودكشن، لو فاكر ان انا قلت لك الانترودكشن بيتكون من حاجتين، حاجه اسمها الباك جراوند ستيتمنت، ماشي، ودي بتعيد صياغه الكويستشن نفسه او السؤال نفسه، والثيسيس ستيتمنت اللي انت بتجاوب على السؤال سواء انت مع او ضد او بتدي يور اوبينيون او وات ايفر. احنا في الكونكلوجن بنعيد صياغه جزء الثيسيس ستيتمنت، حاول تربط كل حاجه ببعضها. تمام، نرجع تاني للكونكلوجن. يبقى في الكونكلوجن بعمل اعاده صياغه للثيسيس ستيتمنت، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه give some personal opinions hopes fears or recommendations about the future. ممكن انت الموضوع اللي بتتكلم عنه بتحط مثلا جمله زي جمله كده نهائيه بتقول فيها انت بترشح ايه عن الموضوع، او انت بتتمنى ايه يحصل في المستقبل، او رايك او مخاوف عن الموضوع نفسه في المستقبل. دي بتنهي بيها الاساي بتاعك. طيب تعالوا نشوف المثال ده كده. طبعا ده كده introduction وده كده conclusion، حطيتهم الاثنين تحت بعض عشان قلنا ان اصلا الconclusion بعيد صياغه thesis statement اللي موجوده في الintroduction. طيب اول حاجه لازم اعرفها ان فين هنا في الintroduction فين thesis statement. thesis statement اللي هي however while these technological advances have brought many benefits to the world I strongly believe. ليه دي thesis statement؟ لان فيها اعاده صياغه السؤال، سوري، لان فيها كمان direct answer، انت تجاوب على السؤال اللي هنا قلت كمان انا I strongly believe، وانا شايف ان الـ developments دي عاملة في ليها negative impact. تمام، يبقى دي thesis statement. عملناها ازاي؟ فهنا قلنا in conclusion developments in IT، لو خدت بالك تعال الاول كده نعمل باللون عشان نبقى عارفينها. يعني لو قلنا دي باللون الاخضر مثلا، ماشي، فهي إعادة paraphrase للجملة دي. طبعا زي الناس اللي لسه مش واخدة بالها، ده الانترودكشن بتاع الاساي بتاعي اللي احنا كتبناه، وده الكونكلوجن. فبص لو بصيت على كده لنفس الجملتين دول هتلاقيهم paraphrase. يعني ايه؟ يعني مثلا هنا however while these technological advances have brought many benefits to the world I strongly believe that these developments in IT will result in more negative impacts than positive. طيب حلو، قلت هنا in conclusion development، خد بالك ان كلمه development دي هتلاقيها بتساوي ايه فوق هنا في الجمله دي؟ بتساوي حاجه اسمها technological advances. خلاص، يبقى انا ما جبتش اي حاجه جديده. تمام، يبقى ده كده مع بعض. اوكي in IT اوكي have brought many benefits. اوكي the same benefits، it's okay benefits هنا. وقلت I strongly believe that these developments in IT will result in more negative impact، يعني هيبقى لها اثار سلبيه. انت عملت paraphrase لكلمه هنا however، ممكن تقول yet. اوكي، وكمان I believe، كلمه I believe يبقى I strongly believe the same، يعني that these are outweighed by the drawbacks. outweighed هنا يعني النيجاتيفز هتبقى اكتر من البوزيتيفز. تمام، يبقى هنا
عملت paraphrase للsentence دي. خلاص يبقى دي اول حاجه بعملها في الانترودكشن. تاني حاجه اللي انا قلتها لك هنا اللي هي كانت اللي بتدي future opinion او بتدي راي في المستقبل او hope حاجه بتحصل في المستقبل او recommendation نصيحه او ترشيح معين لحاجه هتحصل. فانا قلت له in the future these will need to be addressed if we are to avoid damaging impact on individuals and society. يعني لازم نعالجها عشان ما تاثرش على المجتمع والناس. يبقى انت كده عملت الانترودكشن ب two important components. خلاص محتويين مهمين جدا. طيب ما تنساش ان انت لازم you should start بحاجه اسمها in conclusion او كلمه all in all, right? In conclusion, to conclude, to sum up, in summary. لازم تبدا بحاجه من كده عشان تبدا تقول ان انا هختصر اللي انا قلته قبل كده ب حاجات بسيطه. طيب يعني مثلا لو بصينا على الاكزامبل اللي احنا كنا بنتكلم عنه فهتلاقي كلمه هنا كده in conclusion, تمام. هتلاقي في الاساي الثاني in summary, هتلاقي in conclusion, هتلاقي to summarize. بص كده conclusions. يبقى هنا الكونكلوجن كلها لازم تنتهي بحاجات من الحاجات المهمه دي. حتى هنا to conclude in conclusion معظمها بتبقى in conclusion لانها بتبقى formal شويه وبالتالي بتبقى مناسبه للرايتنج. طيب خلاص يبقى احنا عرفنا ان احنا نبدا بكلمه من الكلمات دي في الكونكلوجن. في حاجه مهمه تانية جدا بقى في الكونكلوجن, مش بس في الكونكلوجن, انا عايزك بقى تبص على الاساي على بعضه عشان في نقطه مهمه جدا عايز اتكلم عليها. طبعا ده كان السؤال الاول. السؤال كان بيقول لك in the last 20 years there have been significant developments in the field of information technology اللي هي الاي تي يعني. For example the world wide web and communication by email. يبقى هنا بنتكلم على التطور في التكنولوجيا يعني, وهل ليها اثار سلبيه ولا ايجابيه. طيب تعالوا نبص على الاساي على بعضه كده عشان انا عايزين نعمل حاجه مهمه جدا. تعالوا كده يعني سوري اوكي. لو احنا بصينا على اول جزء اتكلمنا عنه اللي احنا لسه كنا بنناقشه دلوقتي ده كده قلنا اسمه ايه؟ اسمه introduction. خلاص يبقى ده كده على بعضه اسمه introduction. عندك body paragraph 1 وبرده الفيديو رقم 2 بيحكي ازاي نكتب body paragraph. 2 body paragraph. 3 body paragraph. وهو قال لك دلوقتي حاجه عشان الناس اللي تقول لي انا هكتب 3 ولا 2, انا قلتها برده فيديو نمبر 2. وده كان الكونكلوجن. طيب لو انا عملت البادي الانترودكشن والكونكلوجن بالسيم كده ايه بالسيم كولر عشان عايز اقول لك حاجه مهمه. لو خدت بالك هنا خليني اظبطها لك. طيب لو خدت بالك ان هنا كان رايك ايه في الانترودكشن, كان رايك ان I strongly believe that these developments in IT will result in more negative. يعني انت شايف كده في رايك ان النيجاتيفز هتبقى اكتر من البوزيتيفز. حلو حلو. عشان كده ما ينفعش تروح تناقش او تدي مور اكزامبلز على البوزيتيف اكتر من النيجاتيف. لازم يكون بما انك انت بتسبورت ذيس ايدياز يكون البادي باراجرافز اللي هو الجزء ده كله اللي هم الثري باراجرافز دول يكون فيهم. طبعا انت ممكن تكتب 3 ممكن تكتب 2 بس ايا كان هتكتب 3 paragraphs او 2 لازم تبقى عارف انك هتدي امثله على النيجاتيفز وتسبورت يور اوبينيون اكتر من البوزيتيف. تعال نشوفها ازاي هنا كده. لو خدت بالك هنا اول paragraph بيتكلم على البوزيتيف ولا النيجاتيف؟ بيتكلم على البوزيتيف. حلو قوي. طيب انت كان رايك شايف ان النيجاتيف هي الاكتر. طيب انت ناقشت البوزيتيف ان الناس شايفه ان هي بوزيتيف عشان كذا وكذا وكذا. يبقى ده كان اول paragraph. بص لي على الباراجراف الثاني كده. Nevertheless. Nevertheless هنا بتدي معنى ايه؟ بتدي معنى عكس. يعني انت شايف كده ان هنا هيبقى فيه اثار سلبيه. يبقى انت في الباراجراف ده هنتكلم على سلبي ولا ايجابي؟ هتتكلم على حاجات سلبيه, تمام؟ اللي انت اصلا شايفها في الراي بتاعك. حلو جدا كده. طيب الباراجراف الثالث in addition. انت بتدي اضافه, اضافه على اي باراجراف؟ على الباراجراف ده. يعني معنى كده اللي انا عايز اوصله لك ان باراجراف الباراجراف ده ومعاه ده الاثنين دول كده بيدوا نيجاتيف. ليه انت شايف ان هيبقى التاثير سلبي على الموضوع في الموضوع ده يعني مش ايجابي.
خلاص. يبقى انت لما تدي الاوبينيون بتاعك لازم يكون الاكزامبلز او الباراجرافز او ايا كان العدد السبورتنج ديتيلز اللي بتديها اكتر من اللي انت مش شايفه صح، يعني انت اصلا اوريدي مش مع الراي ده، وبالتالي بتدي بتقول ان في ناس شايفه كده. طيب يبقى ناس شايفه كده يكون السبورتنج ديتيلز بتاعتك اقل من اللي انت شايفه، حتى لو انت مش هتكتب 3 paragraphs، حتى لو انت هتكتب هتدمج ده كله على بعضه في paragraph واحد، حاول برضه يكون examples بتاعتك والresults والحاجات اللي احنا قلنا عليها supporting details كلها اكتر من الرأي اللي انت مش معاه، لان ده منطقي طبعا. يعني ما ينفعش تروح تدي اسباب كتيره جدا للpositives وانت شايف ان النيجاتيفز او ان ده رأيك يعني. طيب يبقى احنا ده كان الشكل النهائي، ان هو الانترودكشن وده كان الكونكلوجن. وانا لسه ناقشت معاك الاثنين دول من شويه وقلت لك ان الانتروداكشن بنعمل فيه ايه والكونكلوجن بنعمل فيه ايه. طيب لو انت فاكر بقى كده، تعالى نبص على البادي باراجراف. البادي باراجراف كان بيتكلم لو انت فاكر قلنا ان بيبقى في حاجه اسمها سبورتنج سنتنس، دي كده على بعضها اسمها سبورتنج سنتنس، ولو انت شفت الفيديو رقم 2 هتعرف ان احنا كنا بنعملها باللون الاخضر. طيب و السنتنس الثانيه دي this has resulted in numerous كذا كذا كذا، يبقى انا بدي مثال صح، يبقى كنا بنعملها باللون الاحمر. طيب وبعدين furthermore بتدي امثله ثانيه او بتدي supporting idea ثانيه، يبقى نعملها برضو باللون الاخضر. تمام و for example هنا قلنا هنعملها باللون، انت بتدي امثله، قلنا اي امثله كنا بندي لها رمز اللون الاحمر، وفي الاخر خالص بتعمل حاجه اسمها لو فاكر اجزاء البادي باراجراف بتعمل حاجه اسمها concluding sentence. ركز بقى عشان الاجزاء اللي احنا بنتكلم عليها دي بتمثل حاجه اسمها unity and coherence، وده اللي هنتكلم عليه ان شاء الله في الفيديو الجاي. حاجه مهمه جدا جدا جدا، ازاي تعمل unity and coherence في الباراجراف بتاعك. طيب ركز بس معايا كده الاول. طيب الباراجراف الثاني هل برضو بيتكون من نفس الحاجات؟ ايوه، قلنا لازم يكون في topic sentence اللي متحدره دي كلها topic sentence، وكنا بنعمل ال topic sentence بالجرين. For example اول ما بتدي examples وحاجات زي كده قلنا بتكون باللون الاحمر. اوكي و this could result in كذا برضو بتدي examples، يبقى الباراجراف اللي بعده ادي topic sentence و supporting ideas. خلاص طيب مفيش concluding sentence هنا، عادي مفيش مشكله، قلت لك مش لازم كل paragraphs تكون فيها concluding sentence، يعني مش هعمل اي حاجه هنا بالاصفر. طيب الباراجراف اللي بعده هتلاقي فيه topic sentence اللي هو الحد control، ده كان المين ايديا بتاعتي او الحاجه الرئيسيه اللي انا بتكلم عليها، خليني احطها لك باللون الاخضر برضو زي ما اتفقنا. اوكي و this has led يبقى ده result نتيجه، يبقى هنا دي كانت supporting idea هحطها باللون الاحمر. Unfortunately this kind of problem might even get worse in the future at least until more regulated systems are set up، وهنا بتدي برضو more recommendations او more ideas. طيب حلو كده تمام. ال conclusion بتاعتي زي ما قلت لك ان in conclusion developments in IT have brought many benefits yet I believe that our way، دي كلها على بعضها قلناها ان احنا زي ما شرحت لكم النهارده انا عملت paraphrase للثيسز ستيتمنت اللي فوق، فانا ممكن ادي لها لون مختلف كده عشان نبقى عارفينها. خلاص لا ممكن اوكي يبقى دي كانت، ودي كانت حاجه اسمها الهوب او الريكومنديشنز او انت شايف ايه في الفيوتشر ممكن يحصل على الانترودكشن. حلو جدا كده. وبما ان دي الجزء ده في الكونكلوجن اللي احنا قلنا عليه كان paraphrase سوري لأي جزء فوق كان paraphrase ل however while these technological advances كذا 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 لحد هنا كده، يبقى برضه هنعملها باللون، لا بس مش باللون ده، نعملها باللون الأسود. حلو كده. بص لي بقى كده الشكل النهائي للأساي بتاعي كده. الشكل النهائي لو بصيت هنا تحت كده ده باللون الأسود مع هنا بلاك. وعندي هنا concluding sentence، هنا ما عنديش concluding sentence، عادي ممكن تستخدمها في paragraphs paragraphs لا، و استخدام برضو in addition لو خدت بالك اللي اسمها linking words nevertheless furthermore اسمها connectors او linking words. يبقى ده كان الشكل النهائي
للباراجراف، يبقى اتكلمنا على الثلاث اجزاء المهمين جدا في الباراجراف. الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم على اليونيتي والكوهيرنس، واقول لك ايه هي اليونيتي والكوهيرنس، وبعد كده ان شاء الله في السلسله اللي بعدها هقول لك بقى اصلا، يعني انت بعد ما فهمت اجزاء الاساي هبدا اقول لك ازاي تكتب بقى الجمل دي وتقدر تعملها بالشكل ده، والبنكتويشن ماركس والحاجات دي كلها اللي هتفرق جدا في الرايتنجز بتاعك. وبكده نكون خلصنا كلام على اجزاء الاساي الرئيسيه. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لو عجبك الفيديو عشان تشجعنا نكمل لك السلسله. وكمان ان شاء الله الحلقه الجايه هنتكلم على حاجه اسمها يونيتي اند كوهيرنس، ودي بتمثل معيار مهم جدا في التصحيح في اختبار الايلتس. اشوفكم ان شاء الله في الحلقه الرابعه، مع السلامه.